استاذ امر ابو هيف المحامي. استاذ امر اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير استاذ امر. استاذ امر، انطباعك يعني هنا السيده ناديه يسري بتقول انت يعني محاميه في القضيه، يعني القضيه وصلت لايه؟ بص يا استاذ وائل، بس قبل القضيه انا بس الحاجه اللي انا عايز اكد عليها ان التحقيقات في القضيه دي خلصت وانتهت، والنيابه حققت هنا في مصر وتم التحقيق في انجلترا. ادي نقطه. النقطه الثانيه اللي انا بقى السؤال اللي انا عايز اساله، ايه اللي تعرفه الضيفه مدام جانجار عن سعاد حسني اللي احنا ما نعرفوش؟ احنا اللي نعرفه عن سعاد حسني انها فنانه جميله اسعدتنا ابهجتنا، احنا حبيناها ولادنا حبوها. ايه اللي هي تعرفه عن سعاد يخلي وزير الداخليه وصفوة الشريف والمخابرات العامه كلهم يجتمعوا على قتلها؟ ايه اللي كانت بتعمله سعاد عشان كل دول يبقوا عايزين قتلها؟ ايه هو ده؟ وبعدين يعني يصل الامر انها ويفوق الحدود انها تسيء لسمعه بلد واجهزه بلد، وتقول ان البلد بتستخدم الفنانات في اعمال الدعاره عشان تجيب المعلومات، وبعد ما تجيب المعلومات البلد تصفي ولادها جسديا. انت قريت الكتاب عشان تقول انا قلت كده في كتابي؟ يا استاذ وائل ده كلام مكتوب في صفحه 500. انا ما قلتش الكلام ده في كتابي يا استاذ وائل، هو بيشوه الصوره، لاني انا ما قلتش الكلام ده في كتابي ولا جبت اسم فنانه ولا الكلام الفارغ اللي هو بيقوله ده. انا عايز اقول الكلام ده في قضيه مضره بامن الدوله من جهه الداخل. انت بس عايز تشوش على الموضوع، ها؟ داخل عشان تشوش على الموضوع. طيب يا استاذ وائل، النبي مش عايز حد يقاطعني، انا بسال اسئله معينه. الكلام ده خطير. خلاص هات لي الشرايط وانا اقول لك هي ليه سعاد حسني اتقتلت. ما هي اتقتلت ليه؟ ما هي لو الشرايط موجوده كانت اتقتلت ليه؟ بعد اذنك هسمعك. الشرايط اللي هي مذكرتها اللي كانت هتفضح فيها مسؤولين كبار. يا استاذ وائل، يا استاذ وائل، سعاد حسني كانت شخصيه مشهوره وما كانتش محتاجه انها تكتب مذكرات او كتاب عشان تتشهر. احنا بنتكلم من ما كتبتش، سجلت الان بعد 2001، ينزل كتاب في 2017 والكتاب يتضمن اتهام بالقتل لجهاز المخابرات العامه. لا 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 ما فيش لجهاز. بتتكلم انا ما قلتش جهاز، اسمه جهاز فوق. خلي بالك، انت بتتكلم عن اسماء في قضيه قدمت للمحكمه باسم قضيه انحراف المخابرات وقدمها عبد الناصر بهذا الاسم. يعني لا يا استاذ وائل، الكلام ده غلط. انا بكلمك صفحه 557، الاستاذه جانجان قالت في بلاغ مقدم الى المستشار اهو قدام مني، المستشار محمود علاء الدين الذي قام بالتحقيق، قالت له ان صفوة الشريف وحبيب ابراهيم العدل وجهاز المخابرات. قلتش جهاز المخابرات، قلت الجهاز السياسي السري، الاربع ورقات موجودين. يا استاذ وائل اللي قام بالعمليه جهاز فوقي مش جهاز مخابرات. بقول لك ان المخابرات وافقت على، ما تقعدش تشوش على الموضوع بس تقول كلام مش حقيقي، الكلام ده مش موجود في الكتاب. ازاي المخابرات هتقبل يا استاذ وائل بكلام خطير؟ هقول تاني مش مخابرات يا استاذي، هي بتقول جهاز فوقي. بتقول جهاز يعني سياسي، يعني استغلوا وظائفهم وامكانياتهم وعملوا الجهاز ده يعمل عمليات خاصه. جهاز سياسي سري بينفذ عمليات من هذا النوع. من ضمن العمليه خطف رضا هلال اللي ما ظهرش لغايه النهارده. سعاد حسني بهذا الاسلوب احنا بنموتها بعد ما ماتت. سعاد حسني احنا مين ورد؟ لا يا حسيدي، انا ما بموتهاش، انا بجيب حقها. حق ايه؟ ده من القتله فلوس قاعده تقول في وش الست. يكفي انك انت محامي واحده يعني شاركت في قتل سعاد حسني، وانت اتجوزت عرفي. ايه الفكاهات الخطيره دي؟ انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ وائل، انت بتتكلم في حياتي الخاصه، انت مالك ومال؟ لا هي بيقول لك انت اللي قلت عنها كذا، يعني ما قلت انا ما ايه؟ ما بيقولش عنك هو جواز العرض. يا جماعه بس يعني وانا مش هدخل في ده يا استاذ وائل. هو بيتكلم في ايه؟ هو قاعد يشوش على الكلام وانا مش هدخل اي في كلام. خليني بس في هو مش عارف يقول حاجه. خليني في الجانب السياسي في الموضوع، مش هدخل بقى مين هو. جواز العرض ده مش شرعي. طيب يا استاذ امل، هي كسبت قضيه وقف الكتاب؟ امل
اتفضل يا استاذ وائل. هي بتسالك مدام ناديه، هي لان مدام جنجا بتقول انا كسبت القضيه اللي هي بتاعت اللي انت رفعتها لوقف الكتاب يعني. يا بيه دي عندها اربع قضايا. اول قضيه جلستها 13 يناير. 13 يناير. اتكلم على القضيه بتاعتك، مالكش دعوه بقضيه ثانيه. اول قضيه. ما هو دي بتاعتك. قضيه ناديه. عندها قضيه في شهر 2 وعندها قضيه في اخر 2. عندها اربع قضايا. ما عنديش اربع قضايا، انت بتكذب. انا ما عنديش الا قضيه واحده. الدوله من طيب. خليها يا جماعه، ما هي اساسا قضايا مش بيكذب قدام على الهوا بيكذب. انا ما عنديش اربع قضايا، انا عندي قضيه واحده بس، القضيه الثانيه بتاعت ناديه وانا كسبتها. الست دي اساءت لسعاد حسني واساءت لمصر. طيب. اساءت للاجهزه، والست دي يجب ان تحاتم ويجب ان تتهم. هي انت اللي تتحاكم. هي بتبحث عن دم اختها يا والله انت اللي تتحاكم، لان انا بتتكلم في كلام انا ما قلتوش في كتابي، وبتكذب وبتلفق الاشياء ومش موجوده في كتابي. طيب. وانا ما اتكلمتش على اجهزه مخابرات. فيري فالجر والله. كانوا فين اهل سعاد حسني؟ يعني ايه كانوا فين؟ هل النهارده تذكرت اختها لما حبت؟ هو انت عارف حاجه عشان تتكلم عن سعاد حسني؟ انت مالك انت ومال اهل سعاد حسني؟ النهارده انت عارف احنا كنا فين؟ انت مالك انت؟ انت تتكلم على حاجه تخصك بس. الا وجه. اتكلم على حاجه تخصك بس. حاجات القانونيه بس. استاذ امر ما تدخلش في حاجات خاصه. هاخد